السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. صف سابع، اليوم الحصة لكم بكتاب الستودنت بوك بيج 72. اليوم الحصة بكتاب الملون صفحة 72. يلا open your box page 72. تمام، اليوم حناخد الكومبوزيشن اللي المرة الماضية حكيت لكم عنها، طبعا حضروها. هي الكومبوزيشن يعني التركيب. هلا التركيب بشكل عام في اللغة الإنجليزية. اليوم حناخد متى حنستعمل الكومة اللي هي الفاصلة، متى حنستعمل الفاصلة. طبعا بشكل عام ملخص لكل الحكي اللي هون مكتوب. تمام، احنا بنستعمل الفاصلة لما يكون في جملة فيها عبارتين، والعبارتين هدول بيحددهم شو اشي ببلش فيه الجملة او بتكون بالنص. تمام، اشي ببلش فيه الجملة، كلمات، يعني كلمات بتكون موجودين بالجملة هم بيحددوها انها بتكون الجملة هاي هي عبارتين مش عبارة واحدة. اوكي، وبالنص لازم نحط شو فاصلة. تمام، خليني اقرأ هاي واترجم لكم شو معناها. One, you have already learned about several different comma rules. احنا تعلمنا اصلا، تتذكروا زمان اول الفصل تعلمنا متى بنحط الكوما، متى بنحط الفاصلة، كتبنا على دفتر القواعد وكتبنا على اللوح. And there are several more. وكمان في ايش العديد اكثر كمان من ايش الاماكن اللي لازم نحط فيها فاصلة. Today you will learn about commas that are used with sentences with two clauses. اليوم حنتعلم كيف حنستعمل الفاصلة بالجمل يلي بيكون فيها two clauses، يعني عبارتان عبارتان. تمام، جملة واحدة بتتكون من عبارتان. When a sentence begins with a certain type of conjunction, conjunction يعني ايش conjunction like this one اللي هي الconjunction، يعني الروابط أو الأشياء اللي بتربط. conjunction اللي هي الروابط أو الأشياء اللي بتربط، conjunction اسمها. تمام، conjunction اسمها الروابط أو المرتبطة. it needs a comma after the first clause. أول عبارة بعدها لازم نحط شو comma. بلشنا بهاي الروابط، يعني في كلمات هم هدول روابط بلشنا فيهم الجملة، معناته حيكون الجملة عبارتين، معناته حنحتاج شو فاصلة. بلشنا الجملة برابط بكلمة، كملنا أول عبارة، بعد ما نخلص أول عبارة لازم نحط شو كما فاصلة. These conjunctions are called subordinating conjunctions. اللي هي شو اللي subordinating؟ يعني العطف، العطف المرتبط. تمام، العطف المرتبط، العطف المرتبط. subordinating conjunctions، العطف المرتبط. تمام، here are some of the most common ones. يعني في هون معطينا بهذا البوكس اللي لونه زهري الكلمات الشائعة يلي بدها فاصلة بالنص. أول وحدة عنا since, while, as, unless, when, because, if, until. وكمان معطينا after و before، بس when there's a verb following، بعد ما يتبعهم verb. إذا تبعهم فعل معناته هم هدول روابط، إذا ما كان فعل بعدهم لا مش روابط. تمام، اللي هم الافتر والبيفور، بس الكلمات اللي فوق هذول اسمهم conjunctions. conjunctions ايش الروابط. نرجع نعيد، بنبلش الجملة فيهم، الجملة بس تبلش فيهم معناته بتكون عبارتان، بس نخلص اول عبارة اللي بلشنا فيها الروابط بنحط كومة، بعدين بنكمل العبارة الثانية، واخر شي بنحط شو فول ستوب نقطة. طلعوا معطينا examples. After we finish this game, بعد ما ننهي هذه اللعبة, we'll get back to work. حاطين كومة بعدين we'll get back to work، يعني بعد ما نخلص هاي اللعبة رح احنا نروح وين على الشغل. هلا طلعوا هون after استخدموا after we finish،
بعد after إجا subject وبعدين verb. إجا verb بعد after. معناته هون بتكون روابط. معناته حنستخدم بين العبارتين شو؟ فاصلة. الاكزامبل الثاني we'll get back to work after we finish this game. رح نرجع على الشغل بعد ما شو نخلص اللعبة. هلا طلعوا هون. احنا لما نبلش الجملة ب after بنحط بالنص كما، او لما نبلش الجملة بيكون junction يعني اي وحدة من الروابط هدول لازم نحط بالنص كما. بس لما نبلش الجملة عادية بعدين تكون الروابط بالنص منشيل الفاصلة. تمام؟ شوفوا الاكزامبل اللي بعده. If someone makes a noise with his or her straw at the end of a drink, it really bothers me. يعني لو حدا آخر لما كان يشرب إشي آخر إشي صار يطلع صوته وهو يشرب، هذا الإشي عن جد بيزعجني. طلعوا حاطين قبل it really bothers me كما. طب إحنا خلينا نشقلب الجملة. It really bothers me بدون كما if someone makes. تمام؟ منشيل الكما لما نقلبهم. شوفوا اللي بعدها نفس ما حكيت لكم لما شقلبناهم. It really bothers me if someone make a noise with his or her straw اللي هي مع المصاصة تبعته at the end of a drink. يعني لما انت تشرب عصير بمصاصة وتطلع صوت اخر اشي، هذا الاشي بيزعجني. تمام؟ شوفوا exercise 2. Put commas in if needed. يعني انت بدك تحط فاصلة لو احتاج، لو احتاجت الجملة فاصلة نحط فاصلة. هلأ هون انتبهوا كتير منيح، لو كانت بالجملة في رابط جمل كلمات من الconjunction من الروابط رح نحط احنا شو؟ فاصلة. لو ما كان في ما رح نحط فاصلة. تمام؟ اول وحدة as I have already told you you should do your homework. طب استخدمنا as، بما انه استخدمنا as رح تكون بالنص فاصلة. as I have already told you comma you should do your homework before you have friends over. تمام؟ 2 as the sun was setting we took a picture of the mountains. يعني قبل ما الشمس تغيب احنا اخذنا صورة لمين؟ للجبال. هلا بما انه استخدمنا as حنحط بالنص شو؟ كما. بعدين نكمل اخر اشي فول ستوب. هلا شوفوا 3 the buses can't run until some of the ice melts. يعني الباص ما بيقدر يتحرك الا لحتى يذوب الثلج. هلا احنا استخدمنا كلمه until، بس until اجت بالنص، until اجت بالنص، معناته هون احنا ما في حاجه انه نكتب فاصله. معناته حطوا no change، اكتبوا عند 3 no change. شوفوا 4 استخدمنا since، بما انه استخدمنا since حنحط فاصلة. Since we haven't got any eggs we can't bake a cake. يعني لو احنا ما عنا بيض مو مستحيل نقدر نعمل شو؟ كيك. هلأ هون since we haven't got any eggs comma we can't bake a cake. تمام؟ 5 I have to clean my room before I can leave. طلع استخدمنا before بالنص استخدمناها، معناته هون no change. no change ما في تغيير على الجملة. ليش؟ لأنه اجت before بالنص. احنا حكينا لما تيجي الكلمة بالنص من الconjunction ما حنستخدم الكما. شوفوا 6 هلا when the faucet drips all the time it bothers me a lot. استخدمنا when حنستخدم كما. when the faucet drips all the time يعني لو السنبور كان بينقط طول الوقت كما it bothers me a lot انه هذا الاشي بيزعجني كتير. تمام؟ استخدمنا كما بالنص بعد جملة العبارة الاولى من الجملة. اول اشي when عبارة كما العبارة الثانية اخر اشي كانت علامة تعجب. 7 unless the team wins this game استخدمنا unless معناته حيكون كما. Unless the team wins this game,
they can't go to the finals. Unless the team wins this game, بعدين كوما, they can't go through to the finals. تمام؟ هلأ شوفوا exercise 3. Exercise 3 بيطلب منكم انكم انتو تكتبوا جمل على ال if, will unless, will when. Now write 3 sentences that start with the words below. استخدم ثلاث جمل او اكتب ثلاث جمل باستخدام الكلمات اللي مكتوبين تحت. طبعا هدول الكلمات اسمهم conjunction. conjunction رابط, conjunctions روابط. تمام؟ اول اشي معطينا if, و 2 b معطينا when, c معطينا unless. شوفوا انا طبعا انتم تقدروا تكتبوا جمل من عندكم او تطلعوهم على الانترنت او تشوفوا الكتب وتشوفوا شو هم الجمل على الاف والوين والانلس غير هاي الجمل اللي انا كاتبتها هون. اوكي, if it rains I will be I will take an umbrella. يعني لو هي بتمطر انا رح اخذ شو شمسيه. شوفوا بي استخدمت when. when سالم was a kid, عندما سالم كان طفلا, he could swim, كان يستطيع السباحة. unless he was very ill, يعني لو ما كان مريض, he would be at work, كان هو حيكون وين بالشغل. طيب unless لو ما, when عندما, و if لو. اوكي, هلا انتم ممكن تكتبوا جمل من عندكم على الاف والوين والunless, تستخدموا الكومة بالنص. تمام, واخر شيء انهينا بفول ستوب. اوكي, هلا الكومبوزيشن سامبل هاي مش مهمه لكم فما حناخذها, وان شاء الله رح نكمل بكره بالرايتنج والانريتشمنت, فحضروها ويعطيكم العافيه.